لسه مكملين معاكم فقراتنا، ودلوقتي لو مستعجل هتعرف معانا أهم أخبار الرياضة في فقرة أخبار على السريع. اليوم السابع نقل مباراة المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا للاستاد الإسماعيلية. سوبر كورة، كهرباء يتنازل عن نصف طلباته لتفعيل انتقاله للأهلي. الوطن، ميتشو جاهزون لمواجهة جنراسيون وأتمنى أن يخوض المباراة. بطولات، الأهلي يتسلم درع الدوري 41 ودعوة جهاز لاسارتي. اليوم السابع مؤمن زكريا يحضر احتفالية تسليم درع الدوري. سوبر كورة، عصام مرعي ينضم لجهاز ميتشو رسميا. كورة، عمر الوحش يهدد بالاعتزال. اليوم السابع، الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلي. الوطن، منتخب مصر يسافر لبرج العرب غدا. فيتو، الزمالك يبدأ البحث عن بديل ليتو. سوبر كورة، فايلر لا نفكر في الملف الإفريقي، مباراة الزمالك الأهم حاليا. فيتو، فحص طبي لرباعي الأهلي. اليوم السابع، تأجيل مباراتي الزمالك مع المقاولون وأنفي في الدوري بسبب جنراسيون سنغالي. الوطن، الأهلي ينفي العرض الصيني بشأن وليد أزارو. فيتو، بيراميدز نسعى للفوز بالكونفدرالية. كورة، ميتشو بعد قيادة الزمالك لبلوغ مجموعات دوري الأبطال. سوبر كورة، مصر تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. كورة، الاتحاد السكندري يطلب تأجيل مباراة طنطا. بطولات، حمدي نجاز يتلقى عرض من الترجي التونسي لضمه في يناير.